يلا يا عمر هذا انسب وقت. الشوارع زحمه والدوريات لاهي عنا. حسام رجلي توجعني مره. يا اخي تصبر بوصل هذا الاخ المصير ثم اوديك اقرب المستشفى تاخذ مسكن. يا اخي الرجال رجلي قاعده تتورم وانت ما عندك الا لذة والشر. لذة والشر ها؟ لو تحس باللي حسينا فيه هذا الاخ قتل ابونا فقدناه وعيشنا في يتم. لو كنت كان سويت اكثر من كذا. الله يتولى الجميع. اقل انطم. امشي قام. طيب عليهم. هم على السلاح هذا اتقنوا. وين بتروح انت؟ ما شفت البزر بروح حق عليه قبل يفضحنا. يلا يلا اقعدوا اقعد هنا انت وياه. يلا اقعد ولا حركه. اقعد والله اللي بيتحرك بثور المسدس براسه. لقيتوا حسام وعمر ولا للحين؟ وشلون يا أخي؟ ترى الموضوع صار أكثر خطر. وبعدين لو البراء معهم المشكلة بتصير أكبر وأكبر. ليش؟ براء أخو فهد. تخيل أنت إن واحد جالس يأذي أخوه. سمعتوا يا أي حركة؟ أبى أفرغ المسدس هذا على راسك أنت وياه. تسمعون؟ ترى الإصابة برجلي ما هي بيدي، يدي اللي ماسك المسدس. وصلت المعلومة؟